منتصف النهار في الدوحة، نحييكم بمركز أخبار قناة الكأس الرياضية. هذه نشرة الأخبار وإليكم أبرز العناوين. سعادة وزير الثقافة والرياضة يتقدم الوفد القطري المشارك في افتتاح مؤتمر الأحداث الرياضية الكبرى بباريس. الدوحة تعلن انطلاق بطولة العالم للبليارد 9 كرات ومشاركة قطرية ب6 لاعبين. منتخبنا الوطني لكرة اليد يواجه اليوم كوريا الجنوبية وديا بصالة أدحيل الرياضية. أهلا بكم. شارك سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وسعادة خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر في فرنسا في افتتاح مؤتمر اللقاءات الدولية للأحداث الرياضية الكبرى في باريس. الحدث كان فرصة مناسبة للالتقاء مع كبرى الشخصيات السياسية والرياضية العالمية، حيث اجتمع سعادة وزير الثقافة والرياضة والوفد المرافق له بسعادة السيدة لورا فليسل وزير الرياضة أو وزيرة الرياضة الفرنسية لمناقشة أوجه التعاون الرياضي بين البلدين. كما كان لسعادته لقاء بالشركات الناشئة في مجال الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية من خلال الحاضنات الرياضية. في إنجاز جديد للرياضة القطرية، توج رباع منتخبنا الوطني لرفع الأثقال فارس حسونة بالميدالية الفضية في بطولة العالم المقامة في مدينة أنهايم الأمريكية. الرباع الواعد لمنتخبنا الوطني لرفع الأثقال تألق في مسابقة وزن 94 كيلوغراما وحجز مكانا متميزا في منصة المتوجين. بين ثلة من أفضل الرباعين وأشهر ممارسي رياضة حمل الأثقال في العالم، تألق لاعب منتخبنا الوطني فارس إبراهيم المصنف 11 عالميا وخطف جانبا من الأضواء خلال بطولة العالم للعمالقة المقامة بالديار الأمريكية وبالتحديد في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا. تجلت فروسية إبراهيم حين حل في المركز الأول في حركة الخطف وأنهى المسابقة ثانيا في النثر ليستحق الميدالية الفضية. خلال التجمع العالمي تألق الرباع الإيراني الشهير سهر مرادي الذي سجل رقمين عالميين وحصد 3 ميداليات ذهبية. مرادي حطم الرقم القياسي في فئة 94 كيلوغراما بخطفه 184 ونثر 220 ليحطم الرقم العالمي برفع 233 أي بزيادة كيلوغرام عن الرقم السابق. من جانبه توج تشيلي أرلي مينديز بيريز باللقب العالمي عندما سيطر على فئة 85 كيلوغراما. ضمن الفئة ذاتها حل البولندي كريستوف ماسيتش ثانيا وكان المركز الثالث من نصيب الإيطالي أنطونيو بيزولاتو. ولدى السيدات كانت الريادة إسبانية بواسطة ليديا فالنتين التي انتزع 3 ميداليات ذهبية في فئة 75 كيلوغراما برفعها مجموع 257 كيلوغراما متفوقة على الإكوادورية باتريسيا باريرا والفرنسية غايل نايو كيتشانكي. لمركز أخبار قنوات الكأس، محمد زغال. تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للبليارد 9 كرات لفرد الرجال والتي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر وتستمر حتى منتصف الشهر الحالي بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 47 دولة. المنافسات ستقام في ضيافة صالة نادي العربي وتبدأ بأدوار تمهيدية يصعد بها 12 لاعبا إلى الدور الأول للرئيس للمشاركة مع الأدوار الإقصائية من محاولتين. وتعد بطولة العالم الثالثة التي ينظمها الاتحاد القطري للعبة في غضون شهر واحد، حيث سبقها مونديال البليارد الإنجليزي ثم مونديال سنوكر فردي رجال وسيدات وأساتذة. يشار إلى أن منتخبنا الوطني سيشارك ب6 لاعبين في منافسات الأدوار الرئيسة طبقا للوائح البطولة التي تمنح اللجنة المنظمة الحق في أن يكون لها 8 لاعبين في هذه المرحلة. كما سمح الاتحاد لأكبر عدد من اللاعبين الشباب والصاعدين للمشاركة في منافسات الأدوار التمهيدية من أجل الاحتكاك بأبطال العالم وكسب الخبرة في هذا المونديال الذي يقام للمرة 10 تواليا في الدوحة.
في طريقه للدفاع عن لقبه بطلا للقارة الآسيوية، يرفع منتخبنا الوطني لكرة اليد نسق تحضيراته ويخوض مبارتين وديتين أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية. منتخبنا الوطني الذي يستضيف اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء القادم من سيول في الصالة المونديالية بمدينة أدحيل، يتحول الأسبوع المقبل إلى إسبانيا لخوض معسكر خارجي. في الطريق نحو بطولة آسيا تتواصل التحضيرات، وفي الطريق نحو حملة الدفاع عن اللقب بسوان الكورية الجنوبية، يرفع عنا باليد من وتيرة الاستعداد للحدث القاري. أبطال آسيا أمام مهمة الدفاع عن لقب لم يغادر خزائنهم في آخر نسختين واللتين كانتا في ضيافة البحرين. منتخبنا الوطني باشر استعداده مبكرا رفقة المدرب فاليرو ريفيرا في الطريق أيضا نحو ضمان تأشيرة لبطولة العالم المقررة في ألمانيا والدنمارك عام 2019. معسكر في الدوحة ومباريات ودية دولية أهم وسائل المدرب ريفيرا للوقوف على جاهزية العنابي، وهو الذي سيلعب ابتداء من الثلاثاء وديتين مع العملاق الآسيوي كوريا الجنوبية قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 11 و21 من ديسمبر الجاري. العنابي سيخوض بعدها سلسلة من الوديات القوية ستكون المؤشر الرئيسي للمدرب في تحضير المنتخب أكثر للآسيوية المقررة في 18 يناير المقبل، وهذا بإقامة بطولة ودية دولية تنطلق في 6 يناير وتستمر حتى 11 منه بمشاركة كل من عمان والجزائر وإيران والبلد المضيف قطر. قرعة البطولة الآسيوية كانت قد أوقعت العنابي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية والصين ونيوزيلندا، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان وإيران والعراق، والمجموعة الثانية منتخبات كل من البحرين وعمان وأستراليا وأوزبكستان، فيما وضعت المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية والإمارات والهند وبنغلاديش في سلة واحدة. لأخبار قناة الكاس، أمير فحصي، الدوحة. يستهل فريق الغراف القطري مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمباراة تمهيدية مؤهلة لدور المجموعات، والتي تضعه أمام بختكور الأوزبكي في الدوحة في 30 يناير. من جهته أعلن نادي الريان عبر موقعه الرسمي تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يؤكد مشاركته في دور المجموعات بدور الأبطال في نسخة العام المقبل، حيث منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بطاقة اللعب في هذا الدور بعدما قرر رفع مقاعد دولة قطر إلى 3 مقاعد مباشرة في دور المجموعات، وبذلك لن يشارك الريان في الملحق، وستكون المشاركة الوحيدة في هذه المرحلة مقتصرة على الغرافة الذي يشارك بديلا للجيش بعد دمجه مع الأخوية تحت مسمى أدحيل. وأوضح نادي ريان أن مذكر الشافي مدير الكرة سيكون ممثلا للريان في القرعة التي ستجرى بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور غدا الأربعاء. تختتم اليوم الثلاثاء الجولة 11 لدوري قطر غاز تحت 23 عاما لكرة القدم بإجراء مبارتين. الأهلي يلتقي الإخرتيات في ملعب سحيم بن حمد، في حين يحل الخور ضيفا على السيلية. هذا وكان الريان قد تغلب على المرخية بهدفين مقابل هدف. بهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى 12 نقطة وضعته مؤقتا في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد المرخية عند النقطة 9 في المركز الثامن. سعود العبد الله وضع المرخية في المقدمة منذ الدقيقة 3 بتسجيله الهدف الأول، وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أدرك ريان التعادل من ركلة جزاء نفذها القائد عبد الله الكربي. وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء خطف ريان هدف الانتصار عبر لاعبه رياض ميجداش. كابتن
في باقي نتائج الجولة الجديدة لدور قطر غاز تحت 23 عاما تفوق العربي على أم صلال بستة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى 17 نقطة تضعه في المركز الثاني. الجولة شهدت سقوط السد بثلاثة أهداف أمام تحيل في ملعب الخور وهي الخسارة الثانية للفريق هذا الموسم. قدم تحيل شوطا أولا مثاليا تفوق فيه أداء ونتيجة بعد أن سجل هدفين. جاء الأول بإمضاء حازم شحاتة في الدقيقة 17 وسجل الثاني عبد الرحمن محمد في الدقيقة 38. ومع بداية الشوط الثاني أضاف دامي تراوي ثالث أهداف تحيل ليؤكد أحقية فريقه بالفوز والنقاط الثلاث. في كأس الاتحاد القطري لكرة اليد حسم التعادل بعشرين هدفا من الجانبين مباراة العربي والأهلي، في حين حقق الوكرة فوزا كاسحا أمام الخور. في باقي نتائج الجولة الخامسة تخطى تحيل الغرافة بفارق 4 أهداف وانتزع قطر فوزا غاليا من الشمال، في حين ابتسمت القمة للريان على حساب السد. لقاءات قوية شهدتها صالة تحيل المونديالية لكرة اليد في الأسبوع الخامس لبطولة كأس الاتحاد للرجال اتسمت بالندية والإثارة. فريق تحيل وصيف البطولة الآسيوية للأندية أثبت جدارته مرة أخرى بعد أداء أهله للفوز على الغرافة بعد سيطرة الأول على مجريات المباراة منذ انطلاقها ليحسم نتيجة 29 هدفا مقابل 25 للغرافة. اليوم لعبنا مباراة ما لعبناش، يعني لعبنا الحقاني، بدينا اوكي، بعدين لعبت الغرافه نصب لهم واحد قالوا يلعبوا ناقصين ماتش كامل، حاولنا بشويه بشويه يعني باش نخلصوا المباراه والحمد لله فزنا وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. واحرز فريق قطر لكره اليد فوزا مستحقا على الشمال ب 34 هدفا مقابل 31 بعد اداء متميز قدمه لاعبو قطر طوال اللقاء. وفي لقاء مهم اختتم مباريات الأسبوع الخامس من بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد تفوق الريان بجدارة عقب عدة هجمات متتالية نحو مرمى فريق السد انتهت بفوز رياني ب 22 هدفا مقابل 18 هدفا لفريق السد. والله الحمد لله مباراة حلوة اليوم، يعني من بيننا وبين السد يمكن استغلنا الاخطاء البسيطه اللي وقع فيها نادي السد وخذنا الفارق بدايه المباراه وهذا اللي صار، يعني الحمد لله. يذكر ان فريق تحيل حل وصيفا والاهلي احرز برونزيه ضمن منافسات البطوله الاسيويه للانديه لكره اليد والمؤهله لبطوله العالم للانديه ابطال القارات التي اختتمت فعالياتها في مدينه حيدر اباد الهنديه اواخر شهر نوفمبر الماضي. لمركز أخبار قنوات الكأس غادة عصفور، الدوحة. حقق فريق قطر للكرة الطائرة أول فوز له على حساب الخور بثلاثة أشواط نظيفة ضمن الجولة الثانية من الدوري العام. في الأثناء انفرد العربي بصدارة الترتيب العام بعد فوزه على الشمال بثلاثة أشواط مقابل شوط. العربي حقق الانتصار الثاني تواليا حيث حلق عاليا في شوطي المباراة الأول والثاني بواقع 25 نقطة ل 17 نقطة و 25 نقطة ل 14 نقطة. الشمال انتظر الشوط الثالث لتسجيل العودة عندما كسب ب 25 نقطة مقابل 23 نقطة، لكن العربي تدارك الموقف وكسب رابع أشواط المباراة. أنا نقول أهم شيء مع المباريات هذه باهي الفريق تبين شخصية قوة شخصية الفريق، معناتها حتى لو يمر بأي ضغوطات الحمد لله معناتها نجمنا نخرجوا منها وفزنا ب3-1 وخذينا 3 نقاط نتاعنا الحمد لله. معناتها نشكرهم اللاعبين صراحة قدموا مستوى ممتاز اليوم ونشكر نادي الشمال، المباراة كانت طيبة. في مباراة أخرى لحساب الجولة ذاتها حسم قطر موقعة الخور بالعلامة الكاملة وبثلاثة أشواط. سيطر قطر على الحوار منذ البداية وحتى صافرة النهاية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، في حين ظل الخور بنقطتين متساويا مع الشمال.
النشرة ما زالت مستمرة معكم مشاهدينا في أبرز العناوين بعد الفاصل. مصير يوفنتوس بين يديه وموقعة للزعامة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دور أبطال أوروبا. تحية من جديد، وقبل استكمال نشرة الأخبار هذه نظرة سريعة على أجندة بعض فعاليات اليوم الثلاثاء. إذن ستكون أمسية اليوم الثلاثاء حاسمة للعملاقين الإيطالي يوفنتوس والإسباني أتلتيكو مدريد في الطريق نحو الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الجولة السادسة تضع في أمسيتها الأولى أتلتيكو مدريد تحت الضغط عندما يحل ضيفا على تشيلسي، وتفرض في الأثناء على فريق السيد العجوز تفادي المفاجآت غير السارة في رحلته إلى اليونان. سيخطف ملعب اليانز أرينا مساحة من الاهتمام في الأمسية الأوروبية عندما يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على صاحب الأرض والجمهور فريق بايرن ميونخ الألماني. الفريقان تأهلا عن المجموعة الأوروبية الثانية، لكن البايرن يسعى للثأر لخسارته ذهبا في حديقة الأمراء، في حين يخوض القادم من باريس المواجهة من أجل تأكيد أفضليته وتحقيق العلامة الكاملة. قمة ثأرية وإن كانت غير مؤثرة في أمر المؤهلين لحساب المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. يحل الباريسيون ضيفا ثقيلا على بطل ألمانيا وهم في أفضل حالاتهم في تاريخ دوري المجموعات، بل وبأكبر فارق من الأهداف في تاريخ المسابقة بلغ 23 هدفا بعدما دكوا شباك خصومهم في 24 مناسبة ولم يستقبل سوى هدف واحد. زملاء نيمار يتوقون لتحقيق العلامة الكاملة غير آبهين بعنفوان البايرن داخل الديار. على الطرف الآخر تبدو عودة المدرب السابق يوب هاينكس الذي قاد البايرن إلى لقبه الأخير في المسابقة سنة 2013 بآمال كبيرة في استعالة الريادة الأوروبية. الفريق البافاري الذي سيكون مساندا بالألاف من أنصاره في الألينز أرينا يطمح لاستغلال السقوط الأول للفريق الباريسي منذ بداية الموسم أمام ستراسبورغ في الدور المحلي لإلحاق الهزيمة الثانية بالفريق هذا الموسم. لو كان الفريقان في نفس الترتيب فإن فريق الأهداف هو الذي سيحسم الصدارة. سندخل اللقاء بعزيمة ونترك خلفنا لقاء ذهب، سنلعب من أجل الفوز لاعتلاء الصدارة ومواصلة المنافسة بقوة. هل يثأر البايرن ويطيح بالعملاق الفرنسي كما فعل به برشلونة العام الماضي في الطريق لاعتلاء صدارة المجموعة؟ أم أن باريس سان جيرمان ماضي لتأكيد ترشحه للظفر بأول لقب قاري في تاريخه؟ لمركز أخبار قنوات الكأس، عبد الهادي أبو حمدة، الدوحة. نتوقف الآن عند أهم محاور برنامج ريد الذي يأتيكم مباشرة بعد النشرة رفقة عهد حسن، تفضلي عهد. شكرا لك لانا، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. ابرز العناوين التي اخترناها لكم من حلقه اليوم. في استاد الدوحه القطريه العربي ارقام ضعيفه ونتائج باهته. في القبس الكويتيه لجنه الاتحادات بالفيفا ترفع توصيه للتنفيذ بخصوص الكويت. عالميا من ليكيب الفرنسيه حرب كلاميه بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. تفاصيل أكثر نتابعها بعد قليل في حلقة اليوم، والآن عودة لنشرة الأخبار، تفضلي لنا. شكرا عهد. لا يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في اعتلاء هرم الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي لكرة القدم،
هذا ما كشف عنه المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني في حديث لإحدى الصحف. أشار في سياقه إلى أنه رفض مؤخرا عرضا لتدريب منتخب بلاده. أنشيلوتي الذي يخلد إلى الراحة من إقالته من تدريب عملاق الكرة الألمانية شدد على رغبته في مواصلة العمل مع الأندية، مضيفا أن الإشراف على المنتخبات الوطنية ليس ضمن اهتماماته في الوقت الراهن. وبشأن سقوط المنتخب الإيطالي مؤخرا في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، أكد أنشيلوتي أن الكرة في بلاده محاصرة بمشاكل متراكمة وأنه لا يملك القدرة على حلها بمفرده. أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيستعين بهيئة خبراء للمساهمة في اختيار المدرب الجديد للمنتخب خلفا للمدرب أنجي بوسكيتو الذي رحل فجأة عن تدريب الفريق في نوفمبر الماضي. وسائل إعلام أسترالية أشارت إلى أن الألماني يورغن كلانسمان قد أبدى رغبته قيادة منتخب أستراليا في نهائيات كأس العالم صيف العام المقبل. أضافت المصادر الإعلامية أن المدرب الألماني طالب أحد أصدقائه بجس نبض الاتحاد الأسترالي بشأن احتمال إشرافها على تدريب المنتخب المتأهل إلى مونديال روسيا. وفي حال إتمام هذه الصفقة فإن الميزانية المخصصة للمدرب الجديد لن تزيد على 1,140,000 دولار، وهو ما يعادل نصف ما كان يتقاضاه كلانسمان مع المنتخب الأمريكي. يذكر أن أستراليا تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة فرنسا. حافظ نادي بوسطن سيلتيك على صدارة المجموعة الشرقية في دور السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على ضيفه ميلوكي بوكس ب 111 مقابل 100 نقطة لحساب الجولة 25. الفوز هو الخامس لسيلتيك أمام ميلوكي من آخر 6 مواجهات بين الفريقين. بوسطن هيمن على اللقاء بظل تألق كل من كاري إيرفينغ الذي سجل 19 نقطة وجيسون تاتوم الذي سجل 17 نقطة، ليقودا بوسطن للفوز 21 هذا الموسم مقابل 4 هزائم. ولم يشفع تألق جياني سانتينيو كومبو بتسجيله 40 هدفا أو نقطة من خسارة ميلوكي. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. صعادة وزير الثقافة والرياضة يتقدم الوفد القطري المشارك في افتتاح مؤتمر الأحداث الرياضية الكبرى بباريس. الدوحة تعلن انطلاق بطولة العالم للبليارد 9 كرات ومشاركة قطرية بستة لاعبين. منتخبنا الوطني لكرة اليد يواجه اليوم كوريا الجنوبية وديا بصالة التحيل الرياضية. مصير يوفنتوس بين يديه وموقعة للزعامة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. ختام هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في موجز الرابع عصرا بإذن الله. إلى اللقاء.